البعض يتوارث او يرث من والده اشياء اخرى يتوارث هذا شرف لي وشرف العائلة. اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم يفنى مال الجدين، واليوم نقترب كما عودناكم في كل حلقه، كل مره نقترب من عالم ما. اليوم نقترب من عالم قص وتركيب الزجاج لنتعرف على هذا العالم عن قرب. اليوم سنقترب من هذا العالم وسنكتشف ونسبر اغواره، كما يقولوا فيها باللغه العربيه، نسبر اغوار هذا العالم لنعرفكم اياه. المفاجأة حقيقة عندما نقترب من هذا العالم، وستتفاجؤون أنتم أيضا بأن هذا العالم أصبح يعني كل يوم في تطور، يعني هذه المهنة كل يوم فيها تطور، كل يوم تبحث عن الجديد. ولكن الغريب هنا في ليبيا، سواء من النقابة أو المسؤولين، ليس هناك بحث عن جديد. يعني الصناعية أو الفنانين في هذه المهنة يشكون منهم لا يواكبون ما يحصل في العالم من تطور، فما زلنا متأخرين جدا على ما يحصل في العالم من تطور ومن تغير في الآلات وفي التقنيات لهذه المهنة. اليوم نقترب من هذه المهنة وبكل مشاكلها وبكل صعوباتها وكل فيها من جديد، لأنها بالفعل مهنة باستطاعة الشخص أن يعيش ويقتات منها. اليوم نقترب من هذه المهنة كما قلنا ونتعرف عليها ونعرفكم إياها، ربما تحبون هذه المهنة وتودون أن تتعلموا إياها. نقترب ونتعرف عليها صحبة وليد السويح. هيا. اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم يفنى مال الجدين، واليوم نقترب من عالم اخر، من عالم المهن في بلادنا الحبيبه ليبيا. اليوم نقترب من عالم القص وتركيب الزجاج. نقترب الى هذا العالم صحبه صاحب هذه المهنه السيد وليد السويح، الذي سيعرفنا عليها ويعرفكم ايضا على هذه المهنه وعلى تفاصيلها، ربما تحبونها من خلال هذا اللقاء. سيد وليد مساء الخير. مساء النور، طيب ان شاء الله. سيد وليد، دائما ما نبدأ في مثل هذه الحلقات في هذا البرنامج ببدايتك مع هذه المهنة. البداية في هذه المهنة كانت طبعا هي في بدايتي كنت مع والدي، لأن والدي هو يعني متعلم الصنعة عن طريق اشتغل مع الطليان واقتنص منهم هذه الصنعة. وبعدين أنا طبعا اشتغلت معه. لما اشتغلت معه طبعا هذا بدايه كانت يعني نوع من المزح، يعني مجرد ان حد يمشي مع ابوه في الورشه نتاعها، فلقيت روحي منسجم فيها. في نفس الوقت يعني ما اهملتش دراستي، يعني قعدت ندرس ونشتغل فيها انا واحد، لكن في الاخير الصنعه هي اللي غلبت الدراسه. طيب انت من اكثر من ولد انت وولد؟ طبعا احنا في العائله بالنسبه للرجال خمسة شباب. خمسة شباب. أنت الوحيد بس اللي لا كنا اشتغلنا، كنا الخمسة. أخوكم استمرت في نفس المجال؟ لا، هم الخمسة زوز. طبعا عندي الكبير هو عادل، هذا الباشمهندس اتجه لمجال الهندسة، وعندي اللي بعده اللي هو الدكتور أسامة اشتغل اتجه للتخصص اللي هو الطب. تمام. وطبعا عندي طبعا اللي بعده هو طارق، نفس الصنعة قاعد هو في المرش، وهو طبعا اللي بعد طارق، وفي محمد اصغر مني، فثلاثه اثنين قسمنا ثلاثه باثنين، يعني ثلاثه توارثوا هذه المهنه من الوالد. بالضبط. طيب وليد، من خلال ممارستك لهذه المهنه، ما الذي احببك فيها بعد هذه السنين؟ يعني والله لقينا روحنا منسجمين معها جد، يعني هل مجرد ان هو مقابل مادي وراء مدخل ام فيها حب وفيها هي في البدايه في البدايه كان حب للصنعه، وتعرف يعني الواحد يحب يخدم بيديه ويتحرك لكن في الاخير طبعا وخشينا في المرحله اللي بعدها، رحنا هنا لازم اكل عيش، لازم تشتغل باش تخدم، فهذه الصنعه بتجيب لك. لكن في البدايه لما كان ما عندكش التزامات عائليه وما عندكش عيله وما عندكش واحد كنت في زي ما نقولوا في مع الوالد في حوشه، ما عندكش التزامات، مجرد ان الصنعه تمارسها وبهوايه، يعني يعني اي دخل حيخش لك منها كويس يعني يكفي. يعني كنا في فتره ما ناخذش حتى في مقابل، مجرد اني نساعد في والدي يعني بحاجه بسيطه لا اكثر ولا اقل. رغم انه طبعا في لقيت روحي بعد فتره انني غادي ناكل منها يعني خير وبركه، عرفت يعني معيشتك يعني معيشتك يعني تمام يعني الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. طيب الاساسيات التي يجب ان يمتلكها الشخص باش يدخل الى هذه المهنه، شن عليه ان هو يكون عنده يعني، او شن متعلم؟ هل هناك ربما
قواعد أساسية يجب أن تكون موجودة في الشخص باش يدخل إلى هذا هذه المهنة؟ هي كل شخص يقدر يخش لأي صنعة بصفة عامة أو بنقول ندو على صنعة الزجاج أو الألمونيوم زي ما نقوله، لكن في أشخاص أول ما يشبعهم الشخص اللي هو خادم قبل وصاحب صنعة يشعر بأن هذا عنده مستقبل، يعني زي أي مجال، زي لاعب الكرة لما يلعب. طيب أنت قلت أي مجال، على سبيل المثال الحلاقة بيقدرش أي شخص يصبح حلاق يعني، الميكانيكا ميكانيكا السيارات ربما تتعلمها، ولكن حتى تصبح يعني شخص متمكن تبي فترة وتبي دراسة وتبي العديد من الأشياء. يعني نحن نتحدث عن مهنة القص، قص الزجاج وتركيبه كمهنة، يعني يجب أن يمتلك الشخص ربما أشياء، ربما يكون عنده نظرة معينة، يمتلك لمسة فنية أو أي أشياء ربما أنت يعني تعرف. هذه لحظة الشخص اللي عنده اللي يسبق مثلا زينات، أو لما يجي حد يشتغل معي شاب جديد أو صغير في العمر، اللاحظ أنه هو عنده موهبة يقدر يستمر. وفي لي شخص يعني ما يجي أنه مجرد أو بيخدم فترة معينة ويمشي مش حيصير منه زي ما نقول عن يعرف. هل ربما من أساس أحد هذه الأساسيات الدقة في القياسات في مهنتكم؟ طبعا تحتاج الى دقه في القياس، يعني دقه في المقاييس وفي القياسات وش بنقوله. هذه يعني ممكن يتعلمها كل شخص، لكن في حاجات تجي من يعني موهبه، تجي من يعني تجي من رب العالمين. طيب الحاجات الموهبه هي ممكن تورينا اي حاجه منها؟ يعني الموهبه مثلا ممكن انت لما تجي كيف بنقول لك بالضبط، يجي شخص بيحط حاجه حتى بتوقف انت اي شيء بتحطه في مكانه، كان كنت عندك موهبه تحطه من اول ما جيت تحطه في مكانه تجي موزونه تجي لاباس عليها جنين، عرفت؟ وفي شخص يجي يحطها كي كلام ما تعجبكش حتى انت للشخص عادي ما تعجبهاش، عرفت؟ صحيح، فهذه من المواهب اللي تلاحظ، عرفت؟ طيب وليد، الصعوبات التي واجهتك من خلال مسيرتك في هذه المهنه؟ الصعوبات اللي تواجهني في هذه المهنه اني ما نشعرش بالصعوبات الا لما نطلع، لما نطلع من برا البلاد نشوف اصحاب الصنعه كيف يشتغلوا في العالم الثاني، سواء كان بالعالم العربي او بالاوروبي، او لما نمشي المجالات الثانيه، نمشي الناس الثانيه خارج البلاد، نشبح الالات نتاعي او نشبح المستوى نتاعي متدني، ليس بالمطور بمعنى الواحد، لكن لما قارنا في بلادي نشبح روحي ممكن نقول التوب، عرفت؟ لكن اللي تجعني والصعوبات اللي تجيني اني نطور نفسي، يعني بنطور من نبي نطور من نفسي، لان اول معلومه ما يعرفهاش ممكن الناس، الات الزجاج هذه من اغلى الالات في الصنعه، يعني ممكن تجيب الات تاع قشب متطوره ومش عارف يعني ثمنها رخيص، لكن الالات المرش هذه والزجاج يعني سعر باهظ، غالي سعر. فنتمنى الواحد زي ما انت تسمع، يتمنى الواحد غرشته او المصنع نتاعه وش بتسميه في الالات الحديثه واللي تعطيك انتاجيه اكثر، لان تو الالات نتاع الزجاج كلها متطوره، كلها بالكمبيوتر، كلها الفينشنج نتاعها تعطيك حاجه يعني حنينه هيك جنينه تشبحها كويس، عرفت؟ احنا كل الالات نتاعنا قاعده يعني ليس مش حديثه، يعني قاعدين بالمرحله نتاع يعني زي ما نقول سنه التسعينات، احنا خشينا في 2000 في الفنيه، يعني المفروض تكون الالاتنا متطوره احسن من هيك. طيب على من تعولون لكي تطورون هذه المهنه؟ والله هي لما تجي تشوف احنا نعول على الدوله نتاعنا، المفروض يعني تكون في نقابه، تكون في دنيا مرتبه، تكون في يعني الواحد يحتاج ان طبعا نحتاج لحد يساعدنا ويسندنا في الموضوع هذا، يعني زي ما حكيت لك ان الالات تكاليفها باهظه. صحيح. طيب النقابه هل لها دور حليا بجد يعني؟ انا يعني ما عليش علاقه بها النقابه، يعني كانت ما ليش علاقه بها نهائيا، ما اعرفش حتى وين كانها ولا وين وشكون العضو فيها وشكون مش عضو. يعني كان الاعضاء طبعا بالنقابه دي كان فيها المحل لما كان بوي كان عضو في النقابة، لكن ما أعرفش بعدين شن صار، مغيبة أو مهمشة حاليا، ما عنديش مدير. طيب وليد، هل فكرت أنك أنت تعلم شباب الصنعة؟ بالعكس، هذا يعني مدبيا نعلم واحد اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، مدبيا ما نعلم مش نسمعني يستفيد أنا ويستفيدهم. في شباب تتردد عليك تبي تتعلم؟ بالعكس، كل يوم كل سنة في النقص. ممكن كان يتردوا قبل 5 سنين 6 سنين يجوك يقولوا بيتعلموا، لكن توه خلاص يعني ما فترة دي خلاص أنا بي. طيب كويس، أنت قريب من هذه المهنة وكنت معايشها يعني في مراحلها، ليش حاليا؟ طبعا مش أنت بس وليد، هذا على فكرة أغلب المهن وأغلب الحرف لما نمشوا بيقولوا كانت في السابق في إقبال، وفي حتى فترة الصيف أبائهم يجيبوا فيهم أبوه يجيب فيه شخص للولد ويقول له علم صنعة وعلم كذا، وأعطيه حتى مكافأة ربما نهاية حتى نهاية الأسبوع، الأب كان يعطي فيها لولده يقول له على أساس أعطاها لك عرفك في العمل. بالضبط. توه معاش فيه، شنو الأسباب؟
لأسباب الشباب ربي يهديهم يعني يتجهوا لحل، يبوا الحاجة بأسرع، كسب أسرع، يبوا الراحة، ما يبوش إن الصنعة هي ما تعطيكش في البداية. أنا لما كنت أنا زي ما تحكي أنت في بدايتي مع والدي كان زي ما نقول باللغة الصناعية يعني كان يعطي فيها في الخميسية متاعي، الخميسية متاعي شو تعطيك؟ يعطيك 4 جنيه ولا 50 قرش، لكن كنا صغيرين نفرحوا بها. صحيح. فما أعطتناش بالصنعة من البداية، أعطتنا في الأخير يعني. إحنا لما بدأنا نخدموا يعني بدأت تعطي يعني، كل ما تتحرك وكل ما عندك إنتاجات كل ما تخشش عايد أكثر. فالشباب بتاع الوقت الحالي ما يبوش يعني، ما يبوش يتعبوا، ما يبوش يصبروا سنه واثنين وخمسه، لانك انت اليوم في السنه الاولى او في الشهر الاول او في انت قاعد لا شيء، قاعد تتعلم. الفلوس مش حيجوك، بتاخذ زي ما نحكوا خميسيه، بتاخذ شهريه، بتاخذ واحد مبلغ بسيط جدا. لكن بعد سنتين ثلاثه خمسه لما تقتن الصنعه وتصبح من الناس اللي يعول عليك في هذا المجال، تصبح يعني خلاص الفلوس بتساعد، بيجوك يعني، بيجوك انت بتعطي مجهود مقابل فلوس. لكن في البداية مش أعطيك. فالشباب متاع الوقت الحالي ما بيش يتحمل 5 6 سنين سنتين ثلاثة، لأنه هو أول حاجة يديرها يفكر يبي يدير سيارة، يبي يدير حوش، يبي يدير مراية، يبي يدير هذا كله، ما يجيش في الصنعة في بين جسنا، يبي لازم على المدى الطويل يعني. طيب مع ارتفاع الأسعار وليد، هل وصلكم أنتم نفس الموضوع يعني؟ هل أنتم في غلاء في أسعار الدجاج؟ في زيادة، لكن زيادة من يعني مش بننصف الجماعة متاع المرش كلهم، زيادة يعني مش يعني لما نقعد في الورشه نتاعي او في الواحد ما نطلعش ونتفاجئ بالاسرار. لما نشري حاجات الحوش بنروح نروح نخدم انا بلاش الوقت الحالي، اسعارنا مش ما واكبتش مقارنه باللي صاير في البلاد. مش هذاك يعني زي ما نحكوا مثلا نقارنوها بالدولار، احنا باش نرتاحوا يعني من جنيه و60 ولا مش عارف كاين جنيه و40 صبح مش عارف قداش 8، احنا ما زدناش الزياده دي كلها يعني، نسبه وتناسب يعني عرفت. فلما انت احنا لما ننسج في الشغل هدا عندي معي التزامات مع الزباين تاعي، معاش نعرف الشهر عشان صاير فيه، نتفاجئ يوم اللي مالته بنمشي لحاجة. طبعا الالتزامات المنزلية كلها عند زوجتي عرفت. فلما بنشري حاجة نتفاجئ ارتفاع الأسعار، غلاء يعني مش غالي بالدرجة هدية يعني بالفعل يعني تلقى روحك العائد نتاعك لا شيء. على فكرة هو تعرف شنو صاير تو في البلاد يعني، حتى ربما انت شراها من ايامات الدولار بجنيه ونص ولا جنيه و30 وكذا، وموجودة عندكم مركونة في واحدة احدى زوايا المحل، يتصل بيك شخص اخر يقول لك راهو ارفع في السعر، راهو سمعت راهو اليوم رقيس تو، هذا اللي صاير في السوق. ربما انت تشهد على هذا الموضوع يعني. عندي بعض المواد ناخذ فيها من البلاد، هي في بعض المواد نستورد فيها بروحي. فالمواد اللي نستورد فيها بروحي لله الحمد مع الازمه مع الواحد ما كنتش محتاج نزيد مواد جديده، لان يعتبر الشغل شبه يعني ناقص من زي العاده يعني. لكن نتفاجئ البضاعه الموجوده ناخذ فيها من السوق هنا كل يوم في الزياده، وفي في في ايامات وصلنا لها من جماعه ما عادش تبي تبيع، ما تنزل الألمونيوم أو المرش معاش يبيعوا، يقول معاش عرفنا كيف نبيعوا هنا صح، معاش يوقفوا يريحوا يشوفوا يثبتوا السعر. هذا مش طريقة دي، لازم احنا نوقف مع بعضنا. انت شاري بشي اسمها ب 10 جنيه يبيع ب 12 ولا ب 11 ولا اللي هو، وريح نفسك وبعد فترة تتصلح الحكاية. صح بنتعبوا الواحد، لكن بطريقة يعني نطولوا في التعب نتاعنا مازال. صحيح. لأن في فترة نروح هنا بدينا شنو نديروا احنا باش ما نتعبوش، المواد اللي بناخذها وما عنديش موجودة في المخزن أو مش موجودة في الورشة، نضطر نشوف سعرها في السوق قبل باش نتفاهم مع الزبون ونقدم في عرض. بديت العرض السعر نقدمه في فتره محدوده، نقول له هذا صالح السعر، عرض السعر صالح لمثلا اسبوع، تصل ل 10 ايام، بعد 10 ايام راه ممكن يتغير. وليد هل في مواكبه للجديد في العالم في هذه المهنه؟ هل في جديد كل يوم؟ جديد كل يوم في جديد. انا نمشي شو اسمها حاجه من قلت حاجات التعفيه، لما نطلع نسافر نحضر معارض، مثلا المعارض اللي حضرت في اخر معرض حضرتها في ديزندورف في المانيا، يعني انت بالفعل تبكي بالالم يعني. انت في حاجات يعني تعطيك شغل غير عادي، لكن ما تقدرش تجيبها. هذا نابع بجد وليد من حبك لمهنتك اكيد، وغيرتك على بلادك. هذا اكيد يعني باش نسمعني غير على صنعتي ونغير على بلادي نفس الشيء، لان انا كلها مربوطه في بعض. انا ما نقدرش نعيش في بروحي، هذا الانسان اجتماعي بطبع. صحيح. لازم نعيش مع بعض، لازم نقوم يعني نوضوا بالبلاد الاعلى مع بعضنا. صحيح. واني صحيح. طبعا الصنعه مش بنقول لك يعني زي ما انت يعني انا اعتبر تو في حدود اني عمري 47 سنه، لكن بنقول ممكن 30 سنه نخدم في المجال هذا. بسم الله يعني عمري كله يعني 30 سنه لما نخدم في المجال اصبحت معناها خلاص. طيب صبحت طيب في دمي. طيب يعني نختم معك وليد، هل انت تفكر في المستقبل تورثها لابنائك ان شاء الله؟ والله جد يعني، او تتمناهم ياخذوا مجال اخر؟ نتمنى انهم ياخذوا مجال الدراسه نتاعهم افضل، لان هي حسب احنا المعطيات اللي كانوا في السنوات العهد الاول كانت الصنعه مريحه جدا،
وفيها دخل كويس. فاحنا بعد ما تغيرت الوضع بتاع البلاد توقعنا ان اصحاب العلم بيولي واصحاب الدراسات والشهاده هم اللي يبدو في الواجهه يعني في الواجهه. ونعتقد ان هذا اللي صاير. فدي ما نقدرش نخلي صغار ينموا صح يتعلموها ويعرفوا ياخذوا حاجه يعرفوا يديروا الحاجه بروحهم يعني يعودوا ايديهم على الشغل والحركه والنشاط. وفي نفس المجال نتمنى نتمناهم يكملوا دراساتهم لان هو سامحني معلش احنا في نفس الوقت يعني انا وعمامه وتعلمنا الصنعه في نفس الوقت كملنا دراستنا. فهذا اما صنعه بروحها لا ما تسوى شيء يعني. بارك الله فيك وليد سرنا بلقائك وان شاء الله كل سنه وانت طيب وشكرا جزيلا. طيب ان شاء الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. الى اللقاء. البعض يتوارث او يرث من والده اشياء اخرى يتوارث المنازل يتوارث هوايه هذا شرف لي وشرف لعائلتي.